هذه أبرز العناوين الدول المغربي إلياس الشاعر ضمن قائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في التشامبيونشيب وليد الرجريجي يصدم كل المغاربة عن ضياع أشرف حكيمي لضربة الجزاء أمام جنوب إفريقيا والخروج من الكان غانم رومانسيس عميد الأسود منتقدا التحكيم يجب التوقف عن اعتبار الناس أغبياء وأقدم اعتذاري للشعب المغربي الاتحاد الكونغولي يفاجئ الجميع المغربي لكرة القدم بقرار جديد في أزمة الرجراجية ومابيمبا اختير الدولي المغربي إليا الشاعر لاعب كوينز براك رينجرز ضمن قائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في التشامبيونشيب لسنة 2023 وأعلن الموقع الرسمي لكوينز براك رينجرز عبر الإنترنت عن ترشيح الشاعر لجائزة أفضل لاعب في دورة الدرجة الأولى الإنجليزية لسنة 2023 المقدمة من طرف لندن فوتبول أوردس وتم اختيار الشعر الى جانب كل من الف ماي تشارلون وتيو اشيبالد ليوتون اورينت وعلي حمدي ويمبلوند وريال ويندرز مليون ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 29 فبراير 2024 في لندن وذلك بمساعدة مؤسسة فينديشن ويلا وشارك الشاعر مع فريقه كوينز براك رينجرز في 27 مباراة مع الفريق حتى الآن هذا الموسم وسجل ثلاثة أهداف وقدم خمسة تمريرات حاسمة وشارك الشاعر مع المنتخب المغربي في نهائيات مونديال قطر 2022 واحتل معه المركز الرابع في البطولة بعد بلوغ النصف النهائي والخسارة مع فرنسا بنتيجة هدفين لنصف اعترف الناخب الوطني وليد الركراكي بتحمله المسؤولية إقصاء المنتخب الوطني المغربي من كأس أمم إفريقيا 2023 توتال إنيرجيز بعد الخسارة بهدفين نظيفين في ثمن النهائي أمام منتخب جنوب إفريقيا وقال الركراكي في الندوة الصحفية التي تلت الإقصاء من الكان على يد جنوب إفريقيا صنعنا العديد من الفرص ولم نستغلهم وفي هذه المسابقة الناجعة تبقى مهمة وواصل وليد الرقراقي حديثه قائلا اختياراتي أتحمل مسؤوليتها فلست إنسانا يختبئ ولا أتحدث على اللاعبين أعترف بمسؤوليتي في الإقصاء ولو سجلت الضربة الجزاء لتغير كل شيء وتابع أتحمل مسؤولية منح أشرف حكيمي لركلة الجزاء الذي سددها دائما بشكل جيد في التدريب واختتم قائلا هذه المجموعه ستتعلم انها مسابقه معقده وغاب عنها فيها اللاعبون للاصابه وهنالك شباب بداوا في التاقلم ولم نكن ننتظر منهم اكثر من ذلك اليوم كان فشل المدرب وليس اللاعبين وودع المنتخب الوطني المغربي منافسات كاس امم من افريقيا يقبل الهزيمة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمع الطرفين لحساب ثم النهائية المسابقة أبدى الدولي المغربي قائد المنتخب الأسود غاني مرمانسيس أسفه جراء الإقصاء من نهائيات كأس أمم إفريقيا بعد الخسارة أمام منتخب جنوب أفريقيا بهدفين مقابل لا شيء، وقال رومان في تصريحات عقب المباراة: المشاركة هي أنك إذا أردت الفوز بالمباراة فعليك تسجيل الأهداف، قلناها سابقا هنالك لحظات عليك فيها قتل المباراة لأنه في اليوم من الأيام ستتم معاقبتنا، وذلك ما حدث اليوم ما حاول واحد سجل هدفنا بينما نحن. لا نضع الكرة في الشباك واضاف محدثه قائلا قبل انطلاق المسابقة الكبرى يتحدثون معنا عن التحكيم ولكن يجب التوقف عن اعتبار الناس أغبياء لان بعضها القرارات التحكيمية يمكن ان تغير مسار المباراة ودائما بخصوص التحكيم قال قائد المنتخب المغربي لقناة بي ان انا لا أفهم كيف رفض هدفنا حيث لا يوجد هنالك تسلل والحكم رفع الراية أحيانا يتم ترك اللعبة يستمر وأحيانا أخرى الحكم يأمر بالتوقف ويعلن عن الخطأ ويختتم حديثه بالقول يجب أن نتطور اليوم وبكل تأكيد نشعر بحسرة كبيرة وجعلنا شعب المغربي حزينا أود أن أقدم لهم اعتذارا ولكننا قدمنا كل شيء وإن شاء الله سنعود أقوى توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم أمس الثلاثاء برسالة من الاتحاد الكونغولي لكرة القدم تفيد تراجع الأخير عن تصعيد ضد قرار الكاف بعد إلغاء العقوبة الصاعدة في حق الإطار الوطني وليد الركاكي وعبر الاتحاد الكونغولي عن رسالته للجامعة الملكية المغربية للعبة عن العلاقة الوطيدة التي تجمع بين الطرفين من أجل تنمية وتطوير كرة القدم في البلدين الشقيقين وأكد الاتحاد الكونغولي لكرة القدم احترامه للقرار الأخير للجنة الاستئناف في ملف الرجراجي ومبيمبا واعتباره مغلقا بصفة نهائية وقررت لجنة الاستئناف من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الجمعة الماضي إلغاء عقوبة الإيقاف الصادرة في حق الرغري ليقود بذلك الأسود يوم أمس أمام جنوب إفريقيا في دور ثم النهائي والتي انهزم فيها الأسود وعاقب الاتحاد الافريقي لكرة القدم الريغريكي بالايقاف لاربع مباريات اثنتان منهما مع وقف التنفيذ بالاضافة الى غرامة مالية قدرها خمسة الاف دولار وذلك بعد المشادة الكلامية بين الريغريكي وقائد المنتخب الكونغو الديمقراطية شانسيل مابينبا تطورت الى الشباكات بين اللاعبين وانتقلت الى ممر المؤدي الى غرفة الملابس